بالنسبة لله اللي كبنت بلادي هي كما كنقولوا حنايا أغنية مغربية شبابية من الصنف الشبابي، حاولت أنني فيها نجسد فيها المرأة المغربية، رد واعتبار لقداسة وجمال المرأة المغربية اللي ما تقدموا لنا من أعمال يعني. وكان كما أنا كنقولوا المرأة المغربية يعني كنهضروا على الأم، أخت، صديقة، الزوجة يعني. وفي نفس الوقت كان حاولنا باش الزي التقليدي المغربي نبينوه، بين الزي التقليدي الجبلي، بين الزي الحساني، الزي السوسي، الزي الريفي، ولا الزي العصري للمرأة المغربية. السبب ديال الانتقال كما قلت من العيط الجبلي لهذا اللون هذا، جيت اننا باش نحاول واحد الفنان لا حدود له، ما عندوش ما كاينش واحد القوسين اللي كيجمعوا او لا واحد اللمتين، الفنان يعني الفنان لكل وطن ولكل زمان. حاولت انني بما انني هذه عوده بالنسبه لي ماشي يعني ماشي عاد اول مره نغني هذا السيد هذا، حاولت باش نحيي صله الرحم مع الناس الفنانه الناس اللي دعموني النهار الاول والجمهور اللي ثق فيا اول مره، باش نبقى يعني تكون عندي اكثر شعبيه. وبالعكس تقدر تكون مجازفه، ولكن انا في حد ذاتها يعني كنقول جيست تجربه، ما تخسر حتى شي حاجه. انا ما عمري نسمح في العيطه الجبليه، بالعكس حنا موجودين واحد المشروع اللي هو كبير، العيطه الجبليه بطريقه جديده، بالفيزيون، بالجاز، بالسامبا، باللاتينو، يعني العيطه الجبليه بلغه العالم، يعني هذه الحاجه الوحيده. وفي نفس الوقت ديما حنا محتفظين على التراث ديالنا، التراث ديالنا ما عمرنا نسلموا فيه. عندنا مشروع اللي هو مشروع كبير دائما في العيطه الجبليه، يعني العيطه الجبليه كنوجدوا لها ان شاء الله يا ربي واحد مشروع كبير اللي عباره هو عن فيزيون ديال العيطه.